تونس 3000 سنة حضارة. مرحبا بكم في FM أحلى راديو. مرحبا بكم في تونس 3000 سنة حضارة، برنامج يومي من الاثنين للجمعة. برنامجنا حلمة، حلمة برشا توانسة حاسين اللي المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ، تاريخنا أحنا، تاريخ تونس، تاريخ الإنسانية. أحنا ما نجم نقدم ولا ما نعرفه أحنا شكون. تونس 3000 سنة حضارة، من إعداد وتقديم دكتور محمد حسين فانتل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. أهلا بك يا جيهان، ورحبا بالمستمعات والمستمعين. احنا كما العادة موضوعنا قرطاج والحضارة العظيمة هذه اللي كل مرة نعرفوا جوانب جديدة فيها. اليوم بعد رحلة حنون باش نحكيه على التجارة القرطاجية. صحيح، تعرف انت رحلة حنون هي بنفسها منها تعتبر في نطاق التجارة. نعم، هو مغشك مشى أسس منها مستوطنات وحط فيها عباد، وثم مغشك أنها الهدف اللي بقى خفي المخبي من رحلته هو استطلاع أو التعرف على طريق الذهب. والذهب لواه باش يعمل العملة، والعملة لواه بالتجارة باش يتاجر، باش يتاجر باش يبيع ويشري ويواصل من عام اتصالاته مع الشعوب الأخرى. ومازلنا لليوم ما نعرفوش شنو كان مصير رحلة حنون، ما نعرفوش هل وصل لطريق الذهب وإلا لا، بما أنه كما حكينا في الحلقة اللي فاتت قلت لنا راه عمل مغالطة كبيرة وما عطاش أسرار رحلته، ولكن الوثيقة الموجودة كنا تحدثنا عليها، اللي حاب يعرف تفاصيلها النجم يرجع يسمحها. ولكن حتى في التجارة والعملة وغيره عنا ما نحكيه اليوم، بالأساس شنو كانت التاجر المواد اللي تاجر بهم قرطاج شنو هي؟ أولا نجم نقوله نبحثوا قبل كل شيء ما جدوها المواد هذه هي أشنية، منين جينا المعلومات، المصادر متاعنا، المصادر المعلومات هي كغيرها من سواء للتجارة أو غيرها من المواضيع ديما هي ما خلفه القرطاجيون اللي تبقى بعدها، هي معلومات مباشرة أو معلومات غير مباشرة. إذا متعرف أنت كيفاش تستغلها معلومات مباشرة، يعني وثائق قولك منها وثائق هذه شنها منها تنجم تقولها وثائق مباشرة، كما نقولوا احنا صفقة كانت محل اتفاق مكتوب تلقى الاتفاق هذاك الكونترا. لكن من بين المعلومات اللي تحدثنا على التجارة في قرطاج هي ديما نرجع لك الكنز اللي يمثله التفات تفات سلامبو، ونشوفه فك الآلاف من النصوص فماش حاجة على التجارة، فماشي تاجر خلى نصب من الأمصار، كما نقولوا احنا وثيقة مكتوبة تقول هذا تاجر موجود نلقاه فلان فلاني التاجر. والتاجر كان في لغة قرطاج يسموه مكار. 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 ميم وكاف وراء. ميم كاف راء. عنا وثيقة هذه نجدوها منها موثقة. تعرف أنه هناك ما يسمى بمجموعة الوثائق. ديوان النقائش الفينيقية. ديوان النقائش الفينيقية في مخصوص قرطاج يحتوي على تقريبا ما ينيف عن 6000 وثيقة. منهم الوثيقة اللي تحمل ومرقمة، كل وثيقة عندها رقم تاعها. أي رقم باعتبار شنو وقتاش تلقات. كيف نقول كيف سجلوها لكن أكل احنا نقولوا احنا الديوان. أي. ديوان هي منها بالفرنسوية كوربوس. مجموعة الوثائق مسجلة. باش ترجع تلقى المعلومات عليها. داكور. كل فك سجلها ذاك، كل وثيقة يلقوها يعطيوها رقم ويسجلوها باش كيف يجي إنسان يقول موجودة فك الموسوعة يمشي لك الرقم هذاك يرجع لها يلقى تفاصيلها، يرجع الرقم يلقى يقولوا له كما يقولوا امشي لديوان النقائش الفينيقية عدد 335 يمشي لها يلقاه فلان فلاني منها ومنها وظيفته مكار منها أين تاجر، فما عاد تلقى شكون ما تاجر في الذهب موجود وثيقة عدد 333 التاجر في الذهب. هناك من يتاجر في اللبان منها كالأشياء اللي بخرها البخور، نوع من البخور حدثنا عليه هو معروف في اليمن خاصة في اليمن فهمت، وكان عنده بضاعة منها تجم تقول كيف ما يقولوا بالعربي بضاعة نافقة مطلوبة محبوبة مطلوبة ومربحة لأنها للمعابد وللطقوس هي الآن تقاها مازالت موجودة اللبان اللي تلقاها في الأسواق توا مشوا يبخروا به في الزويف وغيرها بما أنه الآلة هتحبوا هو الآلة هتحبوا والشياطين يخافوا منه كالدخان وكالريحة ما يهبوهاش الشياطين يهربوا يخلي إقبالك كبير عليه، أما الإله يحب يشمها كيف يشم ريحة الحم مشوي كما قلنا.
تلقى مثلا تجار اخرين في ميادين اخرى، تلقى في الحجاره، في الفخار، في منها العاج كما حكينا، في غيرها من المواد اللي هي معناها. ثم عندنا وثيقه هامه ياسر هو الناس ما يقراوهاش غالبا، هي في العهد القديم. شنو العهد القديم؟ هما نصوص اضيفت الى التوراه. التوراه شيء يتكون من 5 أسفار التوراه، هكذا يسموه البنتاتوك. وكلمه التوراه جايه من كلمه عندنا في العربي ما يشبهها، اللي هي التوراه هو اللي يوري. شو لا يوري؟ وقت يعلم، وقت يوريه المد بتاعه، يوريه يقول له تكتب الحرف هذا كذا بالطريقه هذه. التوراه هو هذا، هو اللي يوريك بالاسم، يوريك الطريق الحسنه اللي تتوخاها، ويوريك الفساد تبتعد عليه. هذه التوراه فيها عد مخا شك من مختصين يهتموا بالموضوع هذا. قلت لنا 5 أسفار بخلاف الاضافات التوراه. وهناك ما يسمى بالكتب بصفه عامه، كتب وانا كما نقولوا احنا موروثين عن الاجداد، ماهمش كتب مقدسه، هما كتب نوع ما تاريخيه، تحكي على سيدنا داود وعلى سليمان، او تحكي على علاقه تجاريه بين مدن معناها في فلسطين، وكانوا قبل سموها كنعان، في كنعان والمدن الفينيقيه تجار مع بعضهم. تلقى زين ثم كتاب من الكتب هذه معناها فيه معلومات كثيره على التجاره والصناعه. هو تقول صناعه غالبا الصانع الى وجهه سوق باش يوزع خدمته، باش يبيعها، باش ينجم يعيش. وهناك من يجمع كما نقولوا احنا كسلع، تلقى هو صانع معناها حرفي صغير يصنع كما نقولوا في القطعه، ولا مع جنبه يصنع قطعه يخوم التاجر الكبير الكل ويمشي بهم للاسواق التي اما داخليه او خارجيه. كانه وسيط، وسيط التاجر وسيط بصفه عام، ما ينتجش حاجه، ولكن يجمع كل الأشياء الكل واللي يتحكم فيها، يسوقها ويتحكم فيها، يتحكم في السوق متاعها. ياخوها هو تلقى الصانع معناها في حاجة باش يبيع خدمته باش نجم يعيش. دونك يجيك كيما نقولوا التاجر يشريها، يقول أخي أنا غالية عليا ما نجمهاش، كانت بحالي بكذا الله يبارك، كانت بحال خرية متاعك، ويمشي لغيره داخل يتجبر باش يبيع الخدمة متاعه. حصلوا الأشياء هذه من قديم الزمان، كان هناك الغالب والمغلوب، وشكون يغلط وشكون ما يحاول يخرج من التغير. إذن هذه أيضا قلنا من المعلومات اللي هي تعطينا أفكار عن البضاعة وعن الأسواق. ثم نجد ايضا ديما في هذا الميدان تاع المعلومات المعطيات او المصادر، نجد كذلك في بعض المعلومات ضئيله جدا في الكتب القدماء، غالبهم حتى كيف يشير الى البضاعه ولكن ما يتلقاش الربط بسهوله مع التجاره. فارسطو تحدث، الفيلسوف ارسطو تحدث على تجار قرطاج، كيفاش كانوا يعملوا مثلا، كان مهتم بقرطاج ارسطو، كان مهتم برشا بقرطاج، ما خاطر قرطاج كانت فرض روحها في المتوسط، بقى احنا توا ما نعرفوهاش، على خاطر حاولت الرومان حاولوا باش يقضيوا عليها تماما، ما يخليوا حتى شيء، ما يتكلم عليها حتى حد. وقع علاش من الشيء اللي قاعد تحت الارض ذاك نجمنا لقيناه، اما الكتب والمعلومات الثريه كل مشات اولا مشات امام الحريق، اظلمت النار في قرطاج، والكتب ما حرقوهاش غالبا، ما تحرقش ولكن وزعوه على امراء البربر. ومن البربر من سرعان ما أصبحوا تحت وطأة الرومان، استسلموا للرومان بصفة غير مباشرة ثم مباشرة، فما كانش اهتمام بذلك التراث. لكن الكتب هذه اللي كانت عند الملوك وأمراء البربر من بقى من الحديث عليها والإشارة إليها في الكتب من طيل حتى أوغستين، من أغسطين، قديس أغسطين تجب تقول تعلم في قرطاج، وأصله من جهة سوق هراس فك المنطقة هذيك، وجاء تعلم في قرطاج ودرس في قرطاج، كان أستاذ جامعي إن صح التعبير وقتها في قرطاج، لكن من يلقى أنه المقابل مقابل الخدمة العمل نتاعو، احنا
نقول تو شهريه شهريه ضعيفه. فمشى مشى لايطاليا مشى لايطاليا ومشى ميلانو والان معروف عنده محبوب برشا في ميلانو. وهناك في ميلانو اصبح مسيحي. كان في قرطاج ما كانش مسيحي. شنو كان دينته في قرطاج؟ ما كانش دينه من التقليديه من اللي نسميه احنا وثنيه. وماش وثنيه ما حتى ديانه وثنيه. فما ديانات فقط تقرب القوة اللي هي ما تصورش يصوروا يحاولوا يقربوها لهم في صور. يقولوا مش يعبدوا في الصور ربا يعبدوا فيما أما تشير إليه الصور اللي موجود في المخيلة متاحة. بالضبط من المخيلة متاحة ما في. وحتى ينجم كما يقولوا خط بعض الناس ما نجموش مش قادرين ذهنيا باش كما يقولوا يتصور وجود شيء ما يرشي كما يقولوا احنا مش ملموس مش ملموس وما يرشي ما مشد مشد إذاك علاش يعملوا صورة تقريبية صورة من أوثان ما يسمى بالأوثان. ناي دي نكملوا حديثنا على القديس هذي اللي كان عنا ما نضيفوا عليه وإلا نرجع لأرسطو من جديد. شنو حكاه على التجارة القرطاجية؟ أرسطو حكاه أشار فقط إلى التجارة إلى طريقة التجار كيفاش يتعاملوا وكيفاش نقولوا احنا شنية وجودهم وكذلك كما نقولوا احنا الدور اللي لعبوه في المدينة كتجار. التاجر دائما له منها دور كبير أنه عنده إمكانيات عنده الفلوس ويجب حتى أثر ويجري يتحكم في الاقتصاد ينجم يتحكم في الاقتصاد هو ومن عندهم فلوس يتحكم في الاقتصاد بصفة معناها اليوم وغدوا والبارح ديما هما اللي عندهم الامكانيات باش يشريوا باش يبيعوا ودائما رابحين خاطر يتحكموا في السوق. اذا كان حاجه رخصت ينجم يخبيها حتى بعد يتحكم فيها كيف يراها مطلوبه ويفرض هو السعر نتاعو اللي يحب عليه. المهم انه المعلومات هذه معناها كيما نقولوا احنا اللي هي مكتوبه مباشره اذا سميناها معطيات أخرى اللي هي أثرية. أثرية شنية كاش الأثر مثلا نلقاو خاتم فيه حجرة كريمة مجوهرة وقتها نبحثوا منين جات مصدرها من قرطاج ولا خارج قرطاج هي تلقاها في قرطاج لقيتها في بر في خاتم حجرة ثمينة نزورد مثلا شكون جيبها جابوها القرطاجيين شراوها وقتها يزمن نلوجوا على الزمرد منين كان يجي وقتها باش نجموا نعرفوا الاتصالات بين قرطاج وبين المورد اللي أعطى تلك الحجارة الكريمة. منهم الحجارة الكريمة دي كانت معروفة برشا عند القرطاجيين يستعملوا الخواتم يستعملوا الحجارات اللي تحدثنا عليها وقتها تكلمنا على معناها على المجوهرات منين يجيبوا الحجارة الكريمة إلى غيرها. أنا ترى كيفاش أنا كل فصل من فصول التاريخ مربوط مربوط بالآخر كل حاجة تهجزك للي بعدها كلهم مترابطة مع بعضها. فقرطاج مع الحرب البونية الأولى أمورها تتعب شوية فعلى كل حال سنحاول حديثنا عن المصادر وعن التجارة بصفة عامة. قلت لنا آخر كلمة بعد الحرب البونية قرطاج بدأت تتعب أمورها باش نواصلوا حديثنا في الموضوع هذية. بطبيعة الحال في علاقة مع التجارة القرطاجية العملة شنو كانت في الفترة هذيك هذي اللي نحكيو عليه المرة الجاية في 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فنتر. بارك الله فيك وإلى اللقاء. كانت هذه حلقة اليوم من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. اللي فاتت الحلقة ينجم يلقاها على efm.tn. غدا نتقابل في حلقة جديدة على efm أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.